الأعمال الصالحة لا يمكن إن هي تكفر عن الذنوب، أولا لأن هي مش صالحة 100%، فأنا بعملها يمكن بتباهى بيها أو كبرياء أو حتى أريح ضميري، فهي مش صالحة، هيبان عليها صالحة لكن هي مش صالحة 100%. جزء منها في صلاح، لكن لو أنا عملت أعمال صالحة بنسبة 85% والمطلوب مني 100%، يبقى أنا ما عملتش حاجة صح. ولنفترض أنا عملت أعمال صالحة 100%، هل ممكن تغفر على الذنوب؟ أنا بس بفترض. هو بيقول لك إن كل أعمال برنا كثوب عدة، يعني نجاسة. النهارده الألوز عند المرأة في الدورة الشهرية بيوريك إن الدم ده فاسد، فبيوصف الكتاب إن الأعمال الصالحة اللي بنعملها هي نجاسة. الأعمال الصالحة اللي بنعملها هي نجاسة. نجاسة.